عالم متناحر نعيش الحياة ما بين الحق والجور الصدق والزور وحتى ما بين الموت والحياة نواجه آخر قد يكون واضحا بالنسبة لنا وقد يكون خفيا ونموت بحثا عن حقيقة أراد البعض إخفاءها ولو قصريا لتبقى أبدا رهن الاعتقال تماما كأحداث هذه القضية لم يكن 29 من يونيو عام 2015 يوماً عادياً في حياة المصريين حينما استيقظوا على نبأ استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة بينما كان في طريقه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي حينها لم يكن قد مر شهر على دعوة تنظيم داعش الإرهابي بسيناء أتباعه لاستهداف القضاء لا سيما بعد تنفيذ حكم الإعدام في 6 من عناصره أما وإنكم قد قتلتم إخواننا وأغضتم قلوبنا والله لنأخذن بثأر إخواننا وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته وكل من كان للطاغوت رد أن وعونا اعتقد البعض بوقوف التنظيم التكفيري وراء تلك الجريمة التي وافقت 12 من رمضان المعظم وهو الشهر الذي اعتاد عناصر التنظيم توظيف روحانياته ولكن في سفك الدماء لتتحول أعيادنا إلى سرادق عزاء التنظيمات الدينية بطبعها تنظيمات عنيفة لأن هو بيؤمن بالحق المطلق والآخرين دائماً على اسم وهو اللي عارف كل شيء فلذلك يستحلك وما عندوش أي مشكلة يعني ما عندوش حتى تأنيب الضمير في أنه ممكن أبرياء يموتوا يقول لك هنعمل إيه ما هم موجودين ما فيش مانع نقتل حد ناس كتير حتى ما لهاش دعوة على أساس أن الهدف الأعظم بيتم تحقيقه في ظل مواطن عربي ومصري مأزوم بسهوله يقول له ان الرأسماليه ما قدمتلكش حل وان الاشتراكيه ما قدمتلكش حل وان القوميه سقطت وانت قدامك تجربه جديده اللي هي الاسلام اللي هي الاسلام هو الحل. في حال وصولهم الى مقاعد الحكم والى السيطره على مقاليد الامور في الدول التي يتواجدوا فيها هنا تبدا المعادلات تتغير ويفرضوا شكل من اشكال الهيمنه والسيطره زرع عناصرهم في مفاصل الدولة التي يقومون بالسيطرة عليها هنا في مصر كانت لنا تجربة نعيها جيداً وجميع المصريين شاهدوها ورفضوها خلال 12 شهر فقط عندما انكشف المشهد على حقيقته وبالواقع الذي أنزل إلى الشارع ما يزيد عن 30 مليون مصري يرفضون هذا الشكل من أشكال الحكم غير أن مفاجأة كبرى فجرتها حركة تطلق على نفسها المقاومة الشعبية بالجيزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عندما أعلنت مسؤوليتها عن الحادث تلك الحركة التي شكلت مع غيرها ما بات يعرف بالجناح العسكري للإخوان والذي قامت عناصره
بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر في أعقاب فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة. هم لديهم سجل حافل للأعمال الإرهابية، وشفناهم في سيناء وفي سوريا وفي ليبيا، كلهم بيتبعوا أو بيخرجوا. كل هذه التنظيمات هي خارجة عن العباءة الكبرى وهي عباءة الإخوان المسلمين أيا كانت التسمية، لكن كلهم بيتبعوا الإخوان المسلمين. تنظيم الإخوان في نشأته حسن البنا أعتقد أن الدعاية السياسية اللي بيعملها لا تكفي، لما لازم يبقى فيه أيضا جهاز سري عسكري يدافع عن التنظيم وأعضائه وأفكاره إذا واجهوا مشاكل. فطلع الجهاز السري، والجهاز السري ده عمل مشاكل كتيرة جدا، وحسوا انه بقى بيدفعوا الثمن، وان حسن البنا نفسه دفع الثمن بسبب افعال الجهاز السري واغتياله لرئيس الوزراء نقراشي باشا. فابتدى يطوروا فكرهم ويبقى ان يبقى في تنظيم مسلح منفصل عنهم. فابتدت هذه الفكرة تبقى موجودة. لما نرجع لبعد 2013 ابتدت تطلع تنظيمات غامضة ما سمعناش عنها قبل كده. فجأة طلع تنظيم لواء الثورة وتنظيم حسب، وكل دول طبعا يقولك ما لا علاقة لنا بالإخوان، إنما طب انتوا طلعتوا كده شيطاني فجأة. وقت اعتصام رابعة والنهضة، هذا الاعتصام الإرهابي المسلح، كان هناك قرار بمواجهة المجتمع المصري بكل مكوناته. هذا هو ما جعل جماعة الإخوان تلجأ إلى تشكيل أكثر من تنظيم إرهابي، وتستخدم مجموعة متعددة ومتنوعة من المسميات. وفكرة إن هم تبنوا العنف بعد 2013 ده يعني باعترافهم نفسهم، باعتراف محمد كمال ومحمد عبد الرحمن قبل حتى بتسكوا، يعني محمد كمال طبعا اغتيل في تبادل إطلاق النار، إنما هم كانوا بيصرحوا بالعنف بشكل علني ورسمي، وبيعتبروا إن ده دفاع عن النفس من وجهة نظرهم، واستهداف مؤسسة الدولة، وكلموا عن استهداف محطات الكهرباء. ولما عملوا الحسم اعترفوا، يعني اعترفوا بكثير من القضايا، كان حسم تعلن مسؤوليتها، المقاومة الشعبية تعلن مسؤوليتها، العقاب الثوري يعلن مسؤوليته عن الحادث. بالتأكيد هم يعني لم يتخلوا عن العنف، هو كانوا مأجلينه وقالوا إنه جه وقته في 2013. كل هذه التنظيمات مثلا المسلحه اللي ظهرت بعد 2013 ما كانتش موجوده قبل 2013. ونرجع لتصريح محمد البلتاجي لما قال ان العنف في سيناء هيتوقف متى عاد الرئيس مرسي. اذا هو ليه علاقه بهذا العنف الذي يحدث في شمال سيناء؟ هذا الذي يحدث في سيناء يتوقف في الثانيه التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي ان الرئيس يعود الى سلطانه. وفي السادس من مارس عام 2016 أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين بالواقعة، لتبدأ التحقيقات في حادثة أعادت إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات السياسية التي نفذها التنظيم السري للإخوان خلال فترة الأربعينيات. منهج العنف يسير مع جماعة الإخوان منذ الإنشاء في 1928 وحتى اللحظة الراهنة، لأن الجماعة بنيت على هذا الفكر، على أنها هي جماعة المسلمين والآخرين هم المجتمع والدول التي يجب أن تحارب، التي يجب أن يتم إزائها بصورة أو بأخرى. الإخوان بيركزوا منذ تاريخهم على ثلاث مؤسسات في الدولة: القضاء، الشرطة، الجيش. هتلاقي كل الأخبار اللي بتطلع في وسائل إعلامهم دائما سلبية عن هذه المؤسسات، محاولة إيه؟ تشويهها، تحطمها، على الأقل يضعف شعبيتهم في المجتمع. العنف طبعا ثابت عند الإخوان المسلمين بكلام حسن البنا نفسه، قال يعني هاتوا لي 12,000 وأخوضوا بكم لجج البحار وأصعدوا بكم عنان السماء وأقاتل بكم كل عنيد جبار. في قضية طبعا النائب العام هي لا تختلف عن تاريخهم في استهداف القضاء، قضية القاضي الخزندار اللي كان بيحكم على قضايا في إخوان، فطبعا استهدفوه، هم تاريخهم طويل في هذا الموضوع. وعقب انتهاء التحقيقات قرر النائب العام في الثامن من مايو للعام نفسه
إحالة 67 متهماً في القضية، من بينهم 51 مسجوناً و16 هارباً إلى محكمة الجنايات بتهمة التخطيط وتنفيذ اغتيال النائب العام. إذ كشفت تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين التفصيلية والتي كان بعضها في مسرح الجريمة انتماءهم لجماعة الإخوان وقيامهم بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية وقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وفي مقدمتهم يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة الأسبق والعقل المدبر للعملية، حيث أعدوا لذلك عدتهم وشكلوا مجموعات نوعية تلقى بعضها تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس ضمن مخطط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية. هم اللي قالوا وكشفوا على أنه هذه التنظيمات تعمل بإمارتهم وتعمل بتنظيمهم وبتأمويلهم وبقيادتهم. جماعة الإخوان المسلمين عندما قررت أن ترتكب عملية اغتيال بحق الشهيد المستشار هشام بركات، هذه المراهنة الحقيقة جعلتهم يقوموا بوضع خطة كبيرة وخطة محكمة. عندما وجدوا أن إمكانياتهم الداخلية تحتاج إلى مزيد من الدعم، قاموا باشتراك مع المجموعات الخلايا المنضمة إلى داعش في منطقة سيناء. امتد الأمر لبعض من أشكال التعاون مع عناصر موجودة في قطاع غزة لتوفير مفردات الخطة المحكمة لكيفية استهداف هذه الشخصية، توفير العبوة الناسفة الضخمة التي تم اغتيال الشهيد بها. كان هناك تكاليف عالية جدا تم انفاقها كأموال سوداء تمول العمل الإرهابي وتنفيذ عملية بهذا الحجم، وللأسف الشديد نجحت العملية في الوصول إلى الشهيد المستشار هشام بركات. إلى هنا بدأ كل شيء واضح، فجريمة مكتملة الأركان يواجه المتهمون فيها تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلاً عن حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مرخصة والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد. لكن مؤامرة أخرى كانت تدبر في الخفاء من أجل خلط الأوراق. أدركت جماعة الإخوان خطورة ذلك الاعتراف كدليل يعد الأول في ترتيب أدلة الإثبات الجنائية، فكان لزمن عليها التحرك من أجل إخفاء تلك الحقيقة. لتشهد قاعة المحكمة قيام المتهمين بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم وإقرارهم بدلا منها بإجبارهم على الاعتراف بها تحت وطأة التعذيب. احد الاعتراضات اللي قالها احد المتهمين التسعة قدام المحكمة بانه تعرض لتعذيب وانه ابدا الاعتراف تحت هذا التعذيب هي محاولة الادعاء كذبا بانه القضية مفبركة بالكامل، وهذا غير حقيقي لسبب. في القضايا الجنائية في حاجة اسمها ادلة الثبوت. الاعتراف احد الادلة الثبوت. القضية دي فيها كم دليل؟ فيها 123 دليل تقريبا غير اعترافات المتهمين، وبالتالي هذه الأدلة اللي هي فيها شهود إثبات وفيها الوقائع المادية وفيها ضبط الأسلحة المستخدمة وضبط المتفجرات وكشف الحساب البنكي، يعني هناك عدد كبير جدا من الأدلة يتناقض تماما مع قول المتهم بأنه تعرض للتعذيب. يعني حتى لو استبعدنا أقوالك أكتر من 100 دليل اللي بيأكدوا ارتكاب الجريمة، المعاينة التي قامت بها النيابة وتمثيل الجريمة قدام النيابة وشرح الأدوار قدام في المعاينة المسجلة صوت وصورة. كنت واخد دي سيادر كده عشان حصل حاجة، طبعا على الزر حصل انفجار كبير،
فكرت انا وهشام او ابو لاسم. مجرد ما احمد داس على الريموت هو التفجير كان عن بعد. مجرد ما داس على الريموت اللي هو متوصل بالعبوه اللي فيها الدائره بتاعت التفجير كان التفجير حصل. بعد كده كان حصلت طبعا ضربات كتيره جدا، الناس كلها بتجري والممر ده كان في ناس بتجري، فجرينا مع ناس اللي بتجري. واول ما وصلنا على اول ممر ركبنا العربيه الهاتشباك الحمراء. طبعا المظلوميه بيتم ايضا استخدامها لطمانه الاعضاء والضح واعضائهم اللي ورطوهم في جرائم وعائلاتهم ان هم مظلومين، يبقى راجل قاتل وكله متثابت يقولوا لا ده تعذيب. ما كل في مصر بقت اي محامي يقول لك اول حاجه هنقولها ان احنا تعذبنا. في الغالب ان المتهم في قضيه بيحاول يلاقي مخرج كنوع من الندم على القيام بالفعل ده بعد ما ارتكابه، او في لحظه هو عايز يلاقي له اي مخرج من الموقف اللي هو فيه. فكتير ينصحوه من اللي حواليه، ادعي ان هم ضربوك، قول كذا قول كذا، ولكن في الغالب احنا ما بنلاقيش ضرب شرطة وضرب تعذيب بالفعل علشان ادلاء باعترافات زي ما الناس متخيلة. يعني من اول مقتل خزندار والنقراش، يعني النقراشي اللي قتله الاخوان المسلمين وخرج حسن بنا ببيان ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، ففكرة الاغتيالات والتبرؤ منها قديمة من زمان. كانوا بيدربوا الأعضاء التنظيم على فكرة خدوها من الشيعة اللي هي فكرة التقية اللي بيسميها حسن البنا الإيهام، يعني ممكن أوهمك إن أنا معاكي إن أنا متقبل كذا لحد ما نتمكن. يتقبض عليه يقول لك أنا مش إخوان، حتى لما تقبض على المرشد العام قال لك أنا مش إخوان ماليش دعوة بيه معرفش حاجة. بالنسبة لقضية النائب العام، زي ما قلنا على استمرار الفترة اللي هي 4 سنوات أثناء التحقيقات كانوا بيحاولوا يصوروا هؤلاء الشباب إن هم ليس لهم علاقة نهائياً بالقضية وأنهم بريئين من دم هشام بركات، وأحياناً كمان يتجاوزوا ويتهموا الدولة إن هي اللي ارتكبت الجريمة في حاجة، يعني حاجة فوق يعني مستوى التفكير المنطقي، أي تفكير منطقي. لا يعني عندهم قدرة إن هم كمان يوجهوا العمليات الإرهابية للأجهزة الأمنية أو المخابراتية في حاجة خارج حدود المنطق. وللأسف الشديد إن أحياناً هذه الأمور ربما تلقى تجاوب سواء من دوائر تأثير الإخوان المسلمين أو حتى من بعض دوائر المعارضة اللي هو ربما غاضبة على النظام أو ما شابه ذلك، تبدأ تصدق مثل هذه الأكاذيب. حيلة لم تدرك الجماعة أنها حفرة صنعتها لنفسها. ففي جلسة 11 من أكتوبر عام 2016 قدمت النيابة العامة بالقضية 7 تقارير من الطب الشرعي بخصوص الكشف على المتهمين، والتي أثبتت عدم تعرض أي منهم للتعذيب، النتيجة التي لم يقم محاميهم حتى بالاعتراض عليها. قضية السيد النائب العام، المتهمين 9 لم يتقدم منهم أحد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بأي بلاغ، فقط تابعنا في الصحافة أنه في المحاكمة النهائية اللي هي بعد ما جاءت القضية من محكمة النقض وأعيدت للمحاكمة مرة أخرى، في هذه الجلسة وبتصوير من بعض الأقارب المتهم أقال أنه تعرض للتعذيب وأنه اعترافاته كلها ناتجة عن التعذيب. ده في الحقيقة لم يثبت ولم يقدم لنا في المجلس، كما انه المحكمه من يعني من واجباتها اذا قيل قدامها او دفع، ده دفع قانوني، اذا دفع امامها بالتعذيب، لان ده دفع جوهري ومهم، لانه اغلب الادله قائمه على اعترافات واقوال المتهمين، كانت المحكمه على طول تهدر كل الاقوال وتحكم بالبراءه. انما لم يثبت قدام المحكمه سوى انه شكل من اشكال محاوله التخلص من عبء الاتهام القاسي. يحيى موسى بلغني او كلفني بعد كده، طلب مني انا ومجموعه ان احنا نستعد لتنفيذ عمليه نختلف فيها النائب العام. احنا اتطعمنا كهربا معانا كهربا لارض مصر لمده 20 سنه. دايما معظم ادعاءاتهم يقول لك احنا تعذبنا بالكهرباء، احنا اتضربنا، و98% من الحالات ما بنشوفش فيهم اصابات اطلاق، ولكن كلها ادعاءات.
وكلها توصية أحياناً بتبقى من المحامي بتاعه. أنت قول إنك ضربت، هنعرض على الطب الشرعي، هنعمل كذا، هنعمل كذا، لأسباب هم عارفينها هم بيعملوا إيه. عايز يأجل القضية، عايز ما ينزلهاش جلسة، عايز يغير الدايرة، عايز يعمل حاجات كتيرة. ولكن إحنا كأطباء شرعيين عشان نشوف إصابات بالفعل جاية من الشرطة بسبب تعذيب شرطة أو نيابة، النيابة أولاً عمرها ما تعذب أثناء التحقيق، يعني النيابة بتعتبر جهة دفاع عن المتهم وحماية له طول فترة احتجازه. بالنسبة لآلية التعامل في الطب الشرعي بالنسبة لجميع القضايا، سواء قضايا إرهابية أو قضايا إخوان أو قضايا جنائية، كلها الآلية واحدة، لا تختلف هذه القضية عن غيرها، كلها بتتعامل معاملة وفق الأصول الطبية الشرعية المتعارف عليها في جميع القضايا حتى ينتهي الرأي ونصدر الرأي للنيابة العامة. غير أن ذلك لم يوقف سيل الادعاءات المغرضة بتلفيق التهم للأبرياء والتي قامت بترويجها أبواق الإخوان الإعلامية للتشكيك في نزاهة القضاء. مصر حالياً في حالة حرب، الحروب حالياً أدواتها مش سلاح، إعلام. ده نموذج للقضايا التي تقوم بها الإخوان المسلمين بتحويل الحقائق إلى أكاذيب، ومن هذه الأكاذيب تقدمها للرأي العام في صورة أنها حقائق من خلال السوشيال ميديا. هم بيعملوا إيه؟ هم بيحاولوا يشككوا المشاهد والمستمع في الشهادات التي سواء أدلى بها أمام النيابة أو الصورة اللي الناس شافتها أو كذا، ومن الكتر الزن على الناس فيها بيحاولوا يقولوا إن لا دي مش حقائق وإن ده كله متفبرك. هما بيقدروا يحضروا سيناريوهات ويخلقوا فيديوهات وياخدوا أحداث حقيقية يتم تزويرها أو تحريفها أو اجتزائها، يعني حتى ممكن ياخدوا فيديو حقيقي ويجتزئوا منه أجزاء وتدي يعرضوها بشكل احترافي جدا، زي ما حصل قبل كده، وده كان من فترة قريبة في خطاب فخامة الرئيس لما كان بيتكلم وحصلت الحادثة بتاعت القطر، وخدوا جزء من الكلام اللي كان قاله قبل كده واجتزئوه وتم نشره وتداوله وبقى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. فهم شاطرين جدا في عمليات المونتاج، بيستخدموا أجهزة حديثة، بيستخدموا برامج متطورة. التطرف الديني ليه أشكال عديدة، الإخوان أحد الأشكال. هما كان تنظيمين في مصر ضعاف لكن إعلاميين أقوياء، طوال الوقت تبذل جهد كبير وتنفق أموال ضخمة وتضخ من الخبرات التي تستجلبها من الخارج من أجل أن تصير هذه المنصات عاملة بأكبر قدر من الاحترافية تضمن لها النفاذ والوصول إلى أكبر مساحة من مساحات الرأي العام. تنظيم سري دولي، ما هوش حتى محلي، يعني نسبة كانوا فقط في مصر، لا ده تنظيم دولي. تعلم الجماعة علم اليقين بأن سلاح الإعلام اليوم في هذا العصر هو السلاح الأكثر نفاذاً، الأكثر تأثيراً، الأكثر وصولاً إلى عشرات الملايين أو بل ومئات الملايين على مستوى العالم، القادر على التزييف وعلى قلب الحقائق، لكنها في كل الأحوال مع كل هذا الجهد الذي يبذل، مع كل هذه النفقات التي يتم ضخها، لم تستطع جماعة الإخوان أن تفلت من الجريمة المعلقة في أعناق التنظيم وفي أعناق كل قيادتها بأنها هي رائدة العمل الإرهابي، رائدة انتهاج العنف، رائدة وصانعة فكر التكفير وفكر الإنعزال ورفض الآخر والتعامل باعتبار أن الجماعة هي مكون ضد كل المشروعات الوطنية في أي من الدول التي تستهدف. الاختفاء القسري في مصر حقيقة مؤكدة. الاختفاء القسري الجريمة في حالات اختفاء قسري في مصر. قضايا الاختفاء القسري حيلة أخرى لم يقتصر استخدامها على اللحظات الأولى لإلقاء القبض على المتهمين بالقضية، وإنما كذبة ظلت ترددها جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي حتى بعد الحكم بإدانة عناصرها في واقعة لم تكن بالأولى ولا الأخيرة. هي من المصطلحات الشهيرة والمصطلحات التي تم الإلحاح عليها بشكل كبير، وتم استخدام المنصات الإعلامية من أجل خدمة هذا المصطلح الذي كان
يتم الإلحاح عليه طوال الوقت حول أن عناصره يتم اختطافهم من الشارع ومن الطرقات، والبعض منهم من المطارات هنا أو هناك، ويتم إخفائهم من دون أسانيد قانونية، رغم أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت أكثر شفافية بأنها فتحت كافة أبوابها وأبدت استعدادها لأي ممن يفحص مثل هذه القضايا بصورة جادة. لكن رغم ذلك كان هناك إلحاح طوال الوقت لصناعة هذه المظلومية المتمثلة في عملية الاختفاء القسري. ربما أحيانا بيعتمدوا على بعض الحوادث الحقيقية ولكن يتم تضخيم الأعداد. يعني هو المركز المصري الحقوقي بتاع حقوق الإنسان اللي هو حكومي اللي فيه جورج إسحاق وفيه حافظ أبو سعد اعترفوا بعض الحالات، هو أحيانا بيكون مثلا الشخص دخل للجهاز الشرطي كان فيه أجازات لم يتم تسجيله إلا لاحقا أو راح للنيابة بعدها بخمس ست أيام، ده في عرف المجتمع الدولي يسموه اختفاء قسري. يمكن جالنا بلاغات بالاختفاء القسري والأرقام كان 10,000 و12,000 وكذا، فعملنا في مكتب الشكاوي استمارة محددة لمن يرغب في الأسر أو المحامين. إجمالي اللي جالنا من البلاغات موثقة حوالي 320 حالة. لما خاطبنا وزارة الداخلية كشفنا عن أنه في 220 حالة منهم موجودين داخل السجون بيتحقق معاهم وحضروا النيابة وحضروا التحقيق، وبالتالي كل الكلام حوالين أنه اختفاء قسري غير حقيقية بالنسبة لـ 220. وفي حالات الداخلية قالت لم نقبض عليهم، مش موجودين عندنا في السجون، واحتمال يكونوا خرجوا لخارج في الانضمام لداعش في سوريا أو في ليبيا أو كذا. فبقليل من البحث نكتشف العديد من القصص المشابهة لأشخاص تم ترويج اختفائهم قسرياً بل وتعرضهم للتعذيب من جانب قوة الأمن قبل أن يتبين انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، وظهورهم في تسجيلاتها المصورة يحرضون ويشاركون باستهداف الأبرياء. كان هناك نموذج شهير مثل عمر الديب أحد العناصر التي روج الإخوان لشهور بأنه قد تم اختطافه أثناء قضاء أجازة في مصر وهو يدرس بالخارج، وتبين أن دراسته بالخارج هي عبارة عن انضمامه داخل صفوف تنظيم داعش في سيناء، ولديه مقاطع مصورة وهو في صفوف التنظيم نشرها التنظيم على وسائله الإعلامية. وصل السلام للخليفة الشيخ أبو بكر. الحمد لله أنا أول كمين النهاردة موفقناش، بس هنطلع تاني وثالث النهاردة إن شاء الله، عندنا كذا كمين غيره بإذن الله بنوعد الكفار المرتدين بأيام إن شاء الله سودة إن شاء الله، يوم سودة عليهم بإذن الله تعالى. أرسل للقاهرة في خلية أمنية فقدر الله له القتل بعد القتال. هذا الشخص منخرط في تنفيذ عملية إرهابية ويتبنى عملية ويقول أنه شخص انتحاري وسيتوجه إلى القاهرة لارتكاب عمليات إرهابية، وبالفعل قضى نحب هذا الشخص في اشتباك نيراني ما بين العناصر الإرهابية وبين جهاز الأمن المصري. احنا شفنا البي بي سي عملت فيلم حول سيدة زبيدة وقال انها اختفت قسريا وانها اختصبت وانها كذا وانها كذا، ثم الأمن المصري يبحث عنها فلاقيها موجودة متزوجة ولسه مخلفة ما فيش 45 يوم، يعني مستحيل يكون في صحة لهذا الكلام على الإطلاق. ما عملناش حاجة، يعني احنا ما عملناش حاجة للسلطة، يعني ازاي بنتي مختفية واخدينها ويعذبوها وانا ما نتكلمش؟ ازاي اي قانون يقول الكلام ده ولا اي دين او اي عرق يقول ان انا بنتي مختفية واخدينها وانا ما نتكلمش؟ عارفة ان والدتك بتقول ان انت بقالك سنة مختفية مش موجودة مخطوفة ما مختفية قسرية؟ ما اخبار والله لما اتبعي ما عرفتيش؟ لا خالص خالص، انا اتجوزت وقاعدة في بيتي مع جوزي وما بكلمهاش. انت بقالك سنة متجوزة؟ لا. ما حاولتيش مرة تديها تليفون تقولي لها يا والدتي انا عايشة، لانه الست قلب عليك الدنيا وبتقول ان انت اتخطفتي وبتتعذبي في السجن؟ لا
وبالتالي يعني هم بيحاولوا الاتصال بالمنظمات وبيعملوا بيقدموا معلومات غير حقيقية في أغلب الأحيان للمنظمات الدولية لاستخدامها للضغط على مصر. حرص رجال الحسبة في ولاية سيناء على إزالة جميع مظاهر الشرك، ورفعنا أمر كل من ظهر منه الوقوع في الشرك إلى المحكمة الشرعية من أجل الحكم فيهم إما بالقتل وإما بالاستتابة. قصة أخرى كان بطلها محمد مجد الضلعي، الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي أعلن والده اختفاءه قسرياً منذ 19 من يناير عام 2015. اعتقد البعض توقف تلك الحملة الممنهجة لتشويه صورة أجهزة الأمن المصرية بعدما كشفه المقربون من زملائه حول انخراطه بين العناصر التكفيرية، إلا أن صداها ظل مسموعاً طيلة 3 أعوام كاملة، حتى ظهر الضلعي في شريط مصور بثه تنظيم داعش الإرهابي تحت عنوان نور الشريعة، وقد بات يحمل لقب أبو مصعب المصري، متوعداً أتباع الطرق الصوفية بالقتل وإهدار دمائهم، من بدل دينه فاقتلوه، وهدم مساجدهم قبل أشهر قليلة من تنفيذ حادث الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة، والذي راح ضحيته أكثر من 300 شهيد من المصلين. ولا تنتهي قصص الاختفاء القسري التي اعتادت جماعة الإخوان ترويجها للتغطية على انضمام شبابها للتنظيمات الإرهابية من ناحية، ولإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد السلطات المصرية من ناحية أخرى. كان 17 من يونيو عام 2017 شاهداً على قرار محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهماً ومعاقبة 38 آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم آخر توفي قبل الفصل في الدعوة، إذ استقر ضمير المحكمة إلى وجود أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين أو اشتراكهم أو مساعدتهم في ارتكاب الجريمة استناداً إلى تحقيقات النيابة وشهادة الشهود، فضلاً عن الأحراز والمخططات المرفقة بالقضية. في محاكمة تم الاستماع فيها لما يقرب من 113 شاهد إثبات و20 شاهد نفي على مدار عام كامل. وفي 25 من نوفمبر عام 2018 أيدت محكمة النقد حكم الإعدام على 9 متهمين في القضية، فيما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد، وهي العقوبة التي قضت بتخفيفها على 4 متهمين إلى 3 سنوات بعد نقض حكمهم جزئياً، بينما برأت 5 آخرين. هناك العشرات من الأدلة، البعض منها كان أدلة مادية متمثلة في الاتصالات التي جرت ما بين العناصر بعضها وبعض، والتكليفات وتحديد الأدوار ما بين العناصر الإخوانية والتنظيمات الأخرى التي شاركت معها في تنفيذ هذه العملية، مسار الشحنة الناسفة التي تم استخدامها في اغتيال المستشار الشهيد، السيارة التي تم توفيرها من قبل عناصر التنظيم. هناك عدد كبير من الاعترافات التي أكدت هذه الأدلة المادية الموجودة أمام الهيئة القضائية. المحكمة مش مصلحتها أنها تحكم على واحد بريء،
المحكمة تبحث عن المتهم الجاني عشان تنزل العقاب بيه، عشان أولاً يبقى ردع خاص إنه هو ياخد العقاب لأنه ارتكب هذه الجريمة، وردع عام بأنه كل المصريين يعرفوا أن الذي يرتكب مثل هذه الجرائم بيعاقب هذا العقاب. وجاء 20 فبراير الماضي ليشهد كتابة كلمة النهاية في قضية اغتيال النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين 9 بعد محاكمة استمرت لنحو 41 شهرا استنفذت فيها كافة مراحل التقاضي، لكن الجماعة وأتباعها أرادوها البداية لفصل جديد من فصول المؤامرة. بلا أدلة ولا براهين غير اعترافات ظالمة تم اليوم إعدام محمود الأحمدي وتمانية معاه. واحد زي حسن فريد النهاردة وانت حاكم على 9 وانت متأكد انهم أبرياء، بتعرف تنام ازاي؟ احنا بنقول القضية دي ملفقة، لكن احنا خايفين من ربنا ان ربنا يحاسبنا لما نشوف ناس أبرياء قدامنا بيتعدموا واحنا ما عملناش حاجة. فقبل ساعات قليلة من تنفيذ الحكم فوجئ مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينة منسوبة للمستشارة مروى هشام بركات ابنة النائب العام السابق تبرئ فيها بعض المتهمين من دم والدها وتطالب بالقبض على الجناة الحقيقيين، قبل أن يعلن شقيقها محمد سرقة حسابها نافياً أي صلة لما ينشر عليه بأسرة الشهيد، لتظهر بعد ذلك مروى بركات في مقطع فيديو أعلنت خلاله اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي واقعة اختراق حسابها، الأمر الذي اعتبره نادي القضاء محاولة بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها والتشكيك في أحكام القضاء. عايز أقول لكم وطمنكم الجهات المعنية حالياً في ملاحقة لمرتكب الواقعة ليتم محاسبتهم أمام جهات التحقيق وقضاء، وعايز أقول لكم كمان إن كل اللي بتنشر على صفحتي هو عالي تماماً من الصحة بما فيهم البطاقة الشخصية اللي هم نشروها على صفحتي ملهاش أي علاقة تماماً بيا. اللي صنع الكتائب الإلكترونية في مصر خيرة الشاطر قول واحد، هو الشخص اللي عمل كده هو مش هدفه استغلال الاكاونت باي شكل ما ولا ان هو يبتز الشخص، هو هدفه ان يقول انا اقوى من الحكومة او انا اقوى من الدولة المصرية وانا هستغل الحساب بتاعك وانا هضغط عليك بيه واخدت الحساب بتاعك وهنشر عليه حاجات ويعمل لها نوع من انواع المشاكل. وتحليل الشخص للي حصل ده ما حصلش ساعة الحكم ما صدر، ولكن ده تم تجهيز ليه من فترة طويلة جدا والتعايش معاه على حسابها، وتم الإعلان إن حسابها تم اختراقه في الوقت اللي هم كانوا شايفين إنه مناسب بالنسبة له. محاولات حثيثة بذلتها الجماعة وأنصارها لتشويه الحقيقة وأعدوا لها ما استطاعوا من مزاعم وادعاءات، لكن ما لم يعدوا له أن تصبح شرورهم كيداً يرد في نحورهم. ربما أراد والد المتهم أبو بكر السيد الشافعي أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بالقضية كسب التعاطف المحلي والدولي مع قضية نجله، عندما خرج في مداخلات هاتفية أجراها مع بعض القنوات الإخوانية قارئاً وصية ابنه التي كتبها بخط يده دون أن يدري بأنها تتضمن اعترافاً صريحاً باتخاذ طريق الجماعات الإرهابية واستعداده للموت في سبيل ذلك. يعني بداية كنت عايز أسمع من حضرتك، عرفنا أن الشهيد أبو بكر كان فيه وصية وعايزين نسمعها للناس، وعايز تعليق حضرتك على الإجرام والظلم البين اللي خد أو خطف فلذة كبدك. لما تقرأوا هذه الورقة يبقى في ذهنكم إني مت ولكني عند ربي حي أرزق، سلكت طريقي لا لن أحيد، عزمت المسيرة بعزم حديد، وودعت دنياي قلب عنيد، توجه طرفي لأرض الأسود. وصية لم تكن في الحقيقة سوى أنشودة داعشية سبق وأن رددها الإرهابي عبد الرحمن سيد المنفذ فيه حكم الإعدام بالقضية
التي عرفت إعلاميا باسم خلية عرب شركس أثناء تواجده بين العناصر الإرهابية في سوريا. عزمت المسيرة بعزم حديد وودع دنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأصول. نيران صديقة أخرى أطلقتها والدة المتهم أحمد هيثم الدجوي على نجلها والذي سبق الترويج له كمختف قصريا منذ عام 2015 عندما أقرت في مداخلة هاتفية مع إحدى تلك القنوات بقيام ولدها بمهمة الإرشاد عن منزل النائب العام، مستنكرة رغم ذلك أن تصل عقوبته إلى الإعدام. وحضرتك في المحضر قال إن هو دوره كان الإرشاد عن منزل النائب العام، يعني دوره إن هو بيوريهم البيت، فأنا لا أعتقد إن ده يبقى يصل إلى الإعدام. في أحكام تانية، في ناس خدت مؤبد، في ناس أخدت 10 سنين، فاللي أرشد عن البيت معروف أصلاً ما ياخدش إعدام. أحد الأهالي في قناة من القنوات التابعة للأخوان بيقول بالنص كده: أنا ابني كان دوره بس إنه بيراقب البيت، إزاي ياخد إعدام؟ طيب ده كان بيراقب البيت يعمل بيه إيه؟ يعني بيراقب بيت السيد النائب العام يعمل إيه؟ عشان إيه؟ كان عشان ارتكاب جريمة القتل. إذن هي عملية من جزء من مخطط واضح جدا لاغتيال السيد النائب، انتهى بتحقيق النتيجة المطلوبة وهو اغتيال السيد النائب العام باستخدام متفجرات محددة ضبطت في أماكن التي الأوقار التي أرشدوا عنها. وكالعادة أبت جماعة الإخوان إلا أن تواصل حيلها الدنيئة ملقية ما تبقى في يدها من أوراق لتقوم باستغلال صور أبناء بعض المتهمين وزوجاتهم لتهييج العواطف وتأجيج الاعتراضات، متناسية ما خلفته جرائمها من أطفال يتامى وأمهات ثكالى وزوجات مترملات. إخوان المسلمين هي الأب الروحي لكل جماعات العنف عندما أسست لفكرة الجهاد وأنه زور السلام الإسلام وأنه لابد من جهاد الطلب و لابد من إقامة الدولة الإسلامية وأنها واجب وفرض على كل مسلم. فطوال الوقت هناك شحن لبطاريات المظلومية كي تكون وقود لإنتاج مزيد من الكراهية ومزيد من الفكر المتطرف ومزيد من ضمانة انزلاق الشباب الإخواني تجاه ساحة العمل العنيف والعمل المسلح. لما تم إعدام بعض هؤلاء عملوا كاميرات وراحوا يصوروا والأهل ويعملوا برضك الكاميرا المظلومية على أساس إيه؟ إن الناس تتعاطف، تشوف الناس الحكومة المفترية بص بيعملوا إيه وكلام، والناس طبعا مش عارفة. هو بيعمل عمليتين في وقت واحد. العملية الأولى إنه بيقوم بأعمال عنف كبيرة جدا يسعى فيها إلى تقوية قدرة الدولة على إدارة الدولة وإدارة المؤسسات وإدارة وإضعافها وتقديمها بصورة الضعيف، أو وفي نقطة الصورة الثانية أنه يقدم أنه ضحية هذا النظام وضحية القتل والإرهاب والتعذيب والاختفاء القسري، رغم أنها عدم صحة هذا الكلام بكل ما قدموه من بلاغات تم التحقيق فيها ولم يثبت صحة هذا الكلام على الإطلاق. لذلك فكرة المظلومية وطوال الوقت يعيد إنتاجها. اعتصام ربعة والنهضة الاعتصام المسلح الذي كان ينتهك كل القوانين وبداخل هذا الاعتصام كان هناك كمية كبيرة جدا من السلاح، كمية كبيرة جدا من مفردات الخروج على القانون وعلى الدولة، ممارسات للعنف على أعلى مستوى وصلت إلى حد القتل والاغتيال، استخدمتها الجماعة باعتبارها شكل من أشكال المظلومية من قبل المجتمع ومؤسسات الدولة أن تفض اعتصام غير قانوني بهذا القدر الذي تابعه العالم على شاشات البث المباشر بدرجة خطورة هذه البؤر الإرهابية التي كانت تسمى زورا بالاعتصامات، ولن يكون آخرها هو ادعاء بعض من المتهمين
في قضية اغتيال المستشار هشام بركات باعتبارهم مجرمين أبرياء أو باعتبارهم متهمين أبرياء، رغم اعترافهم السابق أمام النيابة وأمام أجهزة القضاء بضلوعهم بأدوار بعينها داخل عملية الاغتيال، رغم اعتراف أسرهم كي يشكلوا أنهم مجموعة من الضحايا، رغم ثبوت الجريمة بحقها. إقرار فإنكار، فإصرار على الطعن في ذمم القضاة، وبين ذلك مزاعم بتلفيق التهم للجناة، اختلطت الأوراق والهدف واحد، أن تبقى الحقيقة رهن الأسر. لكن السحر انقلب على الساحر، ليبقى السؤال: هل نشهد نهاية مسلسل الاحتيال أم تبقى حلقاته في عرض مستمر؟